الاخ اشرف عفوا الاخ حافظ يتكلم لكم شويه على الشركه المنتوجه ديالها والاخوان ان شاء الله غادي انتم يتقدموا لهاديهم كنشكرهم بزاف لانهم جاوا من نهار كامل وهم مسافرين ديما جاوا من المدينه الدار البيضاء وحنا كنرحبوا بهم وكنتمناو ان شاء الله يعجبكم هذا المنتوج ان شاء الله وهم ان شاء الله غادي يزيدوا شغلكم شكرا نشاط اللي بغينا نقولوا ديال فرص الاعمال اللي هي ناقصه في مدينه العرائش يعني في الحقيقة من خلال اهتمامي بالطب البديل الممارسة الرياضية ديال الدفاع عن النفس منذ سنوات كنت دائما كنبحث واصلا كتبت في الامر هذا بعد الابحاث ديالي عن الطب البديل والرياضة البدنية فملي تعرفت على هذا المنتوج ديال الشركة وبالاخص انه من واحد بلاد مسلمة بحال ماليزيا عجبتني الفكرة وفعلا المدينة ديالي يعني عزيزة عليا وبغيت نقاوم زعما في الحقيقة الفكرة من هذه المدينة وخصوصا يعني تعلم شوية ديال لا بالنسبة للصحة ولا بالنسبة للعمل فتح واحد الفرصة هكا للعمل وهذا أول نشاط اللي تعمل باش نعملوا واحد المقدمة نهد يعني نهد المنتجات اللي شفنا يعني كتهدر هذه الشركة ماليزيا. نعم شركة إدلسان هي اللي نبغي نقول المكملات الغذائية نعم اللي ناقصة نعم هي يعني في الحقيقة هو مشكلة يعني نبغي نقول المشاكل ديال الاستهلاك اللي ولات دابا نعم يعني شنو يمكن يضيف بالنسبة للمستوى هو أكبر العادات الاستهلاكية المحلية اللي بغي نقول مدينة العرائش أكبر تحدي اللي كاين في العالم الآن اللي كنواجهوا فيه هو سوء التغذية فهذا هو يعني واحد الجواب باش يعني الإنسان يعاون نفسه باش يكمل التغذية ديالو فهو يعني كيحاول يزول السموم اللي كاين في الجسم ديالنا ويعملوا واحد التوازن غذائي داخل الجسم ديالنا وكيخدم في الاشياء الاخرى اللي عندنا احنا ناقصين في الجسم ديالنا فحقيقة المنتوجات طيبه وطبيعيه يعني عندها فعاليات الحمد لله عالميه خاصة بالنسبة لبعض الفئات التي تشعر من بعض الأمراض سواء سرطانات أو بعض مثلا أمراض السكرية أو بعض نعم. نقص يعني مستوى نعم. بعض الفقر نعم. أمراض مثل كفقر الدم ولا شيء نعم. يعني شنو هي المنتوجات اللي يمكن تساهم يعني في بغينا نقولوا في إيجاد يعني علاج نعم. طبيعي بالنسبة نعم. للأشخاص هذو هو هذا ماشي دواء مكملات الجسم وكما شفنا في العرض المثلث الذهبي اللي كاينه هذا المثلث الذهبي يعني كيعطي تقريبا واحد 1000 تغذيه للجسم اللي كتكون ناقصه في الجسم حاليا شي سمعت انا بلي انا شي ثلاثه ديال الحالات ديال السرطان الحمد لله تعالجوا باذن الله الناس اللي عندهم داء سكري الاسبوع الماضي واحد السيده نهضت عطات الام ديالها هاد المنتوجات اللي كان عندها الضغط والسكر عالي واستعملتهم السمنه الاولى هوت شويه الثانيه زاد هوت الاسبوع الثالث يعني اللي مشات عند الطبيب ديالها زول الانسولين ف يعني في قصه الاسابيع الحمد لله عملوا واحد الفعاليات والشفاء باذن الله يعني احنا هذا عيد نعم وعلى مستوى يعني تاسيس فرع يعني لهذه الشركه يعني في مدينه العرائش يعني في المستقبل ممكن حاليا واحد الدكتور يعني معروف يلاه حل واحد السوق يعني ف واحد المركز حلو في مدينه قنيطره وهنا في مدينه العرائش ممكن يعني انا مستقبلا كتبقى على حسب يعني الاقبال والمنتوجات يعني واش الناس مثلا عجبهم يستعملوا كذا ممكن الانسان يقارب يعمل شي يعني ممكن ان شاء الله مستقبلا وهذا كما قلت لك انا فرص العمل يعني عصفورين بحجره الصحه الانسان واللي بغى مثلا وكذلك خلق فرص الشغل جديده بالنسبه للفئات التي يهتم سواء التشغيل الذاتي او التشغيل ممكن هذا واحد مشاريع يعني صغيره هذا واحد العمل الان اللي كيتسمى من طرف مولتي ليفل ماركتينغ يعني واحد التسويق اللي ولا مثلا عالمي ممكن تخدم به في اي مكان كما سمعت في العرض ف ممكن يساعد الناس ان شاء الله تبدي مثلا كفرص عالميه ان شاء الله.